صباحات السعادة والمحبة لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا من صباحات سودانية لليوم. احنا مستمرين في حلقتنا اللي هي ان شاء الله حتكون مليئة ومتعددة جدا بالفقرات المميزة. بالتأكيد تسنيم فقرة مميزة لحلقة اليوم من صباحات سودانية زي ما عودناكم دائما، ويمكن في هذه الفقرة نسعد جدا بأنه نحتفي مع مدارس كامبريدج العالمية فرع السودان بمناسبة فوزهم بالجائزة العالمية للجودة أو النجمة العالمية للجودة. نسعد جدا بالترحيب بالدكتور صلاح عبد العزيز مؤسس ومدير عام مدارس كامبريدج السودان. مرحبا بك وصباح الخير وألف ألف مبروك الفوز بالنجمة العالمية للجودة. الله يبارك فيك، شكرا لك. صباح النور والسعادة عليك. احنا قبل ما نخش في المحاور عايزين نعرف المشاهد على فيديو قصير من مؤسسة كامبريدج ونرجع تاني. نشاهد. شكرا زميلنا العزيز من جنيف. يعني الحوار ممتع جدا وشيق، ومن خلاله تعرفنا على المعلومات الكافية والضافية برضو للفوز بجائزة النجمة العالمية للجودة اللي فازت بها مؤسسة كامبريدج العالمية للتعليم بالسودان. دكتور مرحبا بك مرة أخرى وألف ألف مبروك. والفوز بالجائزة دي بالتأكيد خدت قدامكم طموحات كبيرة جدا وفتح أبواب أخرى للنجاح والتميز. نعم، الحقيقة الفوز بالجائزة ما هو نهاية المطاف، ولكن هو الحقيقة هيكون دافع لأن ليس للمحافظة على المستوى اللي نحن أخذنا عليه الجائزة، ولكن للتطلع لمستويات أعلى. يا سلام. أكيد حاجة زي كده عشان تقدر توصل، كان في مراحل للبدايات وكمان محطات انتقال لحد ما الناس قدرت توصل المرحلة دي عشان ما تقدر تضيف كل التميز وكل الإنجاز. عايزين نقف شوية على تأسيس كامبريدج والمرحلة اللي انت وصلتوا حتى الآن. طبعا كامبريدج بدأت في سنة 2003 بمجرد مركز للتدريب تدريب الراشدين، وتطورت بحمد الله تعالى لغاية ما وصلت الآن عندنا 8 مدارس في كل ما خرطوم درمان وبحري، عندنا 4 مراكز للتدريب، عندنا كلية جامعية في كافوري في بحري، ده بالإضافة للأونلاين تريننج اللي هو التدريب عبر شبكة الإنترنت. يعني واخذنا طبعا الاعتماد من جامعة كامبريدج في بريطانيا، وعندنا توأم مع كلية كامبريدج العالمية في بريطانيا كذلك. فبحمد الله يعني وصلنا ل ده بفضل من الله اول شيء، وبعدين يعني نحن في تطور دائم. يعني نحن في سنة 2012 كان عندنا مشروع ضخم جدا اللي هو الاستغناء عن الكتب الورقية، يعني نتحول لبيبرليس سكول، يعني ما في كتب. فجبنا جهاز اسمه الكندل، جهاز الكندل ده هو قارئ إلكتروني خاص بالتعليم فقط، يعني ما زي الآيباد أو الكمبيوتر، ولكنه خاص بالتعليم. فادخلناه في المدارس وكل التلاميذ الآن اللي عندهم الكندل وابتدى يستعملوه داخل الفصول، يعني كخطوة لاستغناء عن الشنطة المدرسية والكتب وكده. فإن شاء الله المشروع ده حيكتمل في سنة 2019، حنستغنى تماما عن الكتب الورقية داخل المدارس بتاعتنا إن شاء الله. طيب دكتور، يمكن برضو الجائزة النجمة الدولية للجودة عندها مدلولات كثيرة جدا فيما يخص المؤسسة، ومن 2003 لحد الآن زمن ما بسيط، أجيال كثيرة جدا مرقت من المؤسسة. شنو الأشياء الجديدة اللي ممكن نقول بعد الجائزة مباشرة حتكون متوفرة وحاضرة في كامبريدج؟ نحن الآن يعني في خلال الأشهر القادمة إن شاء الله عندنا أكبر مجمع للتعليم قبل الجامعة في السودان، حيكون في المعمورة دلوقتي شارف على الانتهاء. ده مجمع مكون من 4 أبراج، فيه كل المستويات المدرسية قبل الجامعية من رياض الأطفال وحتى الثانوي، ومفصولين بنين وبنات، ويحتوي على أحدث ما توصلت إليه العلوم سواء في التكنولوجيا أو في كل المعينات التعليمية، هتكون متوفرة فيه على أعلى مستوى. ويعني يمكن زي ما قلت لك انه هو حيكون اكبر مجمع تعليم للتعليم قبل الجامعي في السودان ان شاء الله باذن الله. طب احنا عايزين كمان نقيف على جانب ثاني اللي هو تفاصيل المشاركه والتواصل مع اداره الجائزه اللي هي منحتكم الجائزه دي، وبشكل التفاصيل ان شاء الله لقدام بعد ما انتوا اخذتوا الجائزه.
نعم طبعا احنا الجائزه نحن ما قدمنا لها، هم عندهم اليه معينه بيتبعوها، يعني عندهم اليه يعني لاختيار المؤسسات اللي من حول العالم كله، لكن دائما بيركزوا بتخد بصمات واضحه في المجتمع. نعم يعني بيركزوا ليس على الاداء يعني زي المصانع والشركات، يعني ليها بصمه في المجتمع. نعم. وفي الغالب يعني لو شفنا في الفيلم انه كل الاغلب الفائزين كانوا من دول العالم النامي اللي هو من اسيا، في من دول شرق افريقيا برضو، الدول الشويه فبركزوا على الـ على الـ على الدول الناميه وتحفيز. نحن ما قدمنا، ولكن لما تم اختيارنا خاطبوا السفاره في جنيف، وحتى السفير اللي هو الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، انا يعني بشكر السفاره في جنيف شكر يعني غير محدود، لانهم وقفوا معنا بعد ما نحن فزنا بالجائزه وحضروا كل الاحتفالات وكانوا خير معين لنا في جنيف. يا سلام. طيب دكتور، احنا في ختام حديثنا معك، يمكن احنا اليوم 2 اكتوبر الحديث حول اليوم العالمي للاعنف، ودائما عندكم في المدرسه الطلاب بمستوى الاعمار المختلفه من الرياض لحد الكبر بيكون في توعيه كبيره جدا، بيكون في اهتمام بما يقدموه من درجات برضو ومما يحصل في الحوش زي ما بنقول عندنا بالسودان. شنو النصائح اللي ممكن نقدمها في يوم زي ده للاعنف برضو للطلاب في الجامعات في الاساس في الرياض، انه التوصيات والمفهوم اللي اعتمدتوه انتم عندكم في كامبريدج لمحاربه العنف اللي بيكون مصاحب في المدارس احيانا؟ هو طبعا ده بقلته او بكثرته، يعني العنف داخل نحن بالحمد لله ما عندنا يعني، لكن يعني هو موجود طبعا، وده طبعا بيعتمد يعني تعاون كبير يجب يكون بين المدرسه والبيت، لانه يعني بيعتمد على نوع التربيه اصلا بتاع، هو مش العنف بس، حتى يعني النشاط الزايد لا الهايبر اكتيفيتي ده ما هو صحيح. يعني يمكن يكون نوع مرضي، لكن العنف والتلفظ بالالفاظ ما لائقه بالاطفال وكذا دي بيعتمد على التربيه اولا واخيرا، يعني ما لحد ما بي يعني النشاط الزايد ده يمكن يكون شيء جسماني او حاجه عضويه بدني صحيح. ايوه، لكن العنف والتلفظ بالالفاظ ده بيعتمد على التربيه اولا واخيرا. نعم، احنا من تفاصيل التربيه اللي هي خاصه بالاسر وكمان دور المؤسسات والجهات التعليميه في انه كيف تقدر توقف اللاعنف اللفظي وحتى الحركي. معنا فيديو خلينا نشاهده ونرجع تاني. دكتور هنيئا لكم بهذه الجائزة وهذه النجيمات الكثيرة جدا، يعني مش نجمة واحدة، شفنا عديد من النجوم، شكلكم كده من الرخام. شكرا جزيلا لك وألف ألف مبروك، نورتنا كثير من خلال صباحاتنا السودانية، وفخرنا دائما لما نشوف مؤسسة سودانية في الخارج تفوز وتنجح وتتميز، بل تفوق في مجالات ربما كنا بنشوفها انها صعب انه الناس تتفوق فيها. شكرا جزيلا لك لهذا القدر الكبير من التفوق والتميز اللي مثلت به السودان خارجين. شكرا جزيلا لك. شكرا 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 لكم. شكرا لك جدا وجودك معنا، وان شاء الله رب دائما قادرين تحققوا كل الانجاز وكل الطموح ودائما تصلوا لحارات جميله جدا.